يبلغ نداء صادقا كل امل ونجاح. إنها السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل وفيها. ما من شيء يمكنه أن يعكر العلاقة بيننا وبين المملكة العربية السعودية. الحريري جدد تمسكه بثلاثية الاعتدال والمناصفة والطائف ووعد بإجراء مراجعة نقدية داخلية. أن الموقف الأخير لحاكم المصرف المركزي جاء ملتبسا ومريبا. سلامي يكشف عن إقفال 100 حساب مرتبط بحزب الله تطبيقا لقانون العقوبات الأمريكية. قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على الطريق بين منبج والباب ودخول مساعدات غذائية إلى داريا لأول مرة منذ العام 2012. صباح الخير. في باكورة إطلالاته الرمضانية شدد الرئيس سعد الحريري على أنه بصدد إجراء مراجعة نقدية داخلية وتقديم كشف حساب سياسي ووطني وتنظيمي أمام اللبنانيين وكل الأوفياء لخط الحريرية السياسية بالاستناد إلى ما أفرزه الاستحقاق الانتخابي البلدي وما رافقه من بلبلة سياسية وإعلامية. وفي الكلمة التي ألقاها بعد مأدبة الإفطار التي أقام غروب أمس في بيت الوسط، قال الرئيس الحريري إن تيار المستقبل هو مدرسة الاعتدال والانفتاح وقبول الآخر والمناصفة التامة بين المسيحيين والمسلمين. وأضاف الحريري من جهة أخرى أن ما من شيء يعكر علاقتنا بالمملكة العربية السعودية التي وقفت وستقف مع لبنان. على شرف رجال الدين المسلمين والمسيحيين أراد الرئيس سعد الحريري أن يكون الإفطار الرمضاني الأول الذي يقيمه هذا العام. الرئيس الحريري سوف يفتح في هذا الشهر المبارك كما قال العديد من الدفاتر وسيتحدث بما يمليه عليه ضميره وبما يتحمل من مسؤوليات تجاه جمهوره وتجاه اللبنانيين جميعا، مختارا بعض ما في هذه الدفاتر للإفطار الذي رعاه في بيت الوسط في حضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ورئيس فؤاد السنيورة والوزراء نهاد المشنوق ونبيل دفريج ورشيد درباس ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران لياس عودي وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن وممثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والسيد علي الأمين والسفير البابوي جابرييل كاتشا ورؤساء وممثلين عن مختلف الطوائف ومفتي المناطق وأطفال من دار الأيتام الإسلامية وعدد من الشخصيات. حاولت السياسة في لبنان أن تقدم لي دروسا في الكذب والمناورة والتجهيش والتلاعب على غرائز الناس، لكن تربيتي علمتني الصدق والصراحة والوفاء حتى لو كان الأمر على حسابي. وأمامكم أقول إنني لن ألقي المسؤولية في أي اتجاه ولن أعفي نفسي ومن معي من المسؤولية لألقيها على غيري، فأنا المسؤول عن استخلاص نتائج الانتخابات وأنا في رأس الهرم السياسي لتيار المستقبل وسأتحمل النتائج مهما كانت قاسية. يعني ما في هروب للأمام. ثانياً، نحن من مدرسة رفيق الحريري، مدرسة الاعتدال والعيش المشترك والوحدة الوطنية، مدرسة الانفتاح وقبول الآخر، مدرسة تضع لبنان فوق مصلحة أي شخص أو أي حزب، مدرسة المناصفة التامة بين المسيحيين والمسلمين في لبنان، وسنبقى كذلك ولن نتغير ولن تغير نتائج بلدية من هنا أو حملة إعلامية من هناك في قناعاتنا هذه.
الرئيس الحريري تطرق إلى الانتخابات البلدية في بيروت مجددا توجيه التحية لكل من انتخب اللائحة المنافسة للائحة بيرتي، مشددا على أن الهدف الحقيقي من زي ما هي هو منع التشطيب للحفاظ على المناصفة، كما أكد الرئيس الحريري على مبدأ الاعتدال والتمسك باتفاق الطائف. هناك محاولة لتشويه صورة ديننا الحنيف وتقديمه على أنه دين إرهاب وتطرف. هذه المحاولة مبنية على أعمال حفنة ضئيلة تكاد لا تمثل 0.1% من المسلمين في العالم. كان المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله أول من أسماها فئة ضالة، وأول من وصفها بالخونة الذين يحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه على أنه دين التطرف والكراهية والإرهاب. واتفاق الطائف كما يعلم الجميع واحد من عدة مفاصل استراتيجية وقفت فيها المملكة العربية السعودية مع لبنان، لا لأجل مشروع لها ولا لأجل مصلحة لها ولا لأجل فئة من اللبنانيين دون الأخرى. المملكة العربية السعودية وقفت وتقف وستبقى تقف في كل المراحل مع لبنان لأجل مشروع الدولة في لبنان ولأجل مصلحة اللبنانيين، كل اللبنانيين من دون تمييز. وهذه مناسبة لأشكر المملكة العربية السعودية على كل دعمها غير المشروط للبنان وعلى كل مساعيها السياسية في كل المراحل التي مررنا بها وكل مساعداتها الإنمائية والاجتماعية، كما هي مناسبة لأقول لكل من يعتقد بأن بإمكانه الاصطياد في ماء يريده عكرا أن ما من شيء يمكنه أن يعكر العلاقة بيننا وبين المملكة العربية السعودية. نحن من عائلة ما عنده إلا الصدق والوفا، والتيار من مدرسة الوفا، والمملكة مملكة الوفا، ويلي باله مشغول يتطمن، ويلي نيته سيئة ما فينا برمضان إلا نقول الله يسامحه ورمضان كريم والله كريم. الرئيس الحريري قال إننا لن نسكت على أخطاء ترتكبها بعض الأجهزة وحملات التجني التي تشنها بعض الجهات السياسية والإعلامية على الشباب المسلم بذريعة مكافحة التطرف والإرهاب. وكان الرئيس الحريري وقبل عودته إلى بيروت قد أدى مع عائلته مناسك العمرة في مكة المكرمة ليلة الأربعاء الخميس. أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي عن إقفال 100 حساب مرتبط بحزب الله، فيما رأى الحزب أن الموقف الأخير لحاكم المصرف مرفوض. إقفال 100 حساب مرتبط بحزب الله تطبيقا للقانون الأمريكي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب، هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، مؤكدا أن البنك المركزي يعمل لتنفيذ القانون وأن الأولوية هي لإبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية. وقال سلامي لقناة CNBC: نحن لا نريد أموالا غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفسد صورة البلاد أو الأسواق المالية في لبنان. الرد على كلام سلامي جاء من كتلة حزب الله التي اجتمعت برئاسة النائب محمد رعد. إن الحكومة والمصرف المركزي معنيان مباشرة بحماية سيادة لبنان واستقراره النقدي والاجتماعي، وترى الكتلة في هذا المجال أن الموقف الأخير لحاكم المصرف المركزي جاء ملتبسا ومريبا، وهو يشي بتفلت السياسة النقدية من ضوابط السيادة الوطنية، ولذلك فإننا نرفضه جملة وتفصيلا.
الكتلة دعت إلى إقرار قانون انتخاب جديد وفق المعايير الدستورية، معتبرة أن غالبية الصيغ المطروحة تتجاوز الدستور. مصدر في مصرف لبنان كشف أن قائمة حسابات جديدة لحزب الله صدرت وسيتم إقفالها في الأيام المقبلة، من بينها حسابات لشركات ومؤسسات تابعة للحزب وعلى رأسها مستشفى الرسول الأعظم. وأشار المصدر لصحيفة الشرق الأوساط إلى أن الحسابات المزمع إقفالها ستشمل أكثر من 3000 شخص بين موظفين وشركاء ومتعاملين لصالح الحزب، لافتا إلى أن التعميم سيكون صارما بعدم إمكانية فتح حسابات جديدة في أي من المصارف اللبنانية وبأي عملة كانت. من جهتها ذكرت صحيفة النهار أن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان خلصت بالأمس برئاسة الحاكم رياض سلامي إلى قرار بعدم إقفال حسابات جمعية المبرات الخيرية بطلب من أحد المصارف، كما اتخذت الهيئة قرارا مماثلا بعدم تجميد حسابات التوطين الخاصة برواتب نواب حزب الله. حكوميا، انعقد مجلس الوزراء بالأمس وأرجأ البت بملف سات جني، فيما أقر مرسومين متصلين بالمعالجة والتمر في قضية مطمري الكوستا برافا وبرج حمود وسط احتجاج كتائبي عوني. التقرير لشهير إدريس. أجل رئيس الحكومة تمام سلام البحث في موضوع سد جني إلى جلسة لاحقة تفاديا للنقاش المطول، وأيضا بسبب غياب وزير الطاقة أرتور نازاريان الذي يحمل الإجابات عن أسئلة الوزراء حول الإجراءات والدراسات المتعلقة بالمشروع. فحضر ملف النفايات مجددا على الطاولة من باب إقرار البندين المتعلقين بالمعالجة والتمر الصحي وكاسر الأمواج في موقعي الكوستا برافا وبرج حمود، ما أدى إلى انسحاب وزيري الكتائب أنا حكيم وسجعان قزي اللذين اعترضا على إقرارهما وعدم إجراء دراسة الأثر البيئي. الوزير سجعان قزي قال إن الرئيس سلام كان يتمنى أن يعيدوا النظر في هذا الموقف، لكن لديهم معطيات وظروف ومبادئ وقناعات لا يمكن التراجع عنها، لأن موضوع النفايات موضوع حياتي وبيئي بامتياز ويتعلق بساحل المتن والبحر المتوسط. كما اعترض على هذا الأمر الوزير الياس بوصعب فيما تحفظ عليه الوزير جبران باسيل. وأشار الوزير جريج إلى أنه سجل اعتراضه وبقي في الجلسة بناء على طلب الرئيس سلام، مشددا على أهمية الدراسة المعمقة للثغرات الموجودة. الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية، لزوم إنشاء مركز مؤقت للمعالجة والتمر الصحي ومحطة لمعالجة المياه المبتزلة في محيط مصب نهر الغدير قضاء عليه. الموافقة على طلب مجلس الماء والأعمار. الموافقة على دمج أشغال الحماية البحرية وأشغال معالجة جبل النفايات القائم وأشغال إنشاء وتشغيل خلايا التمر الصحي العائدة لمشروع إنشاء مركز مؤقت للتمر الصحي في موقع برج حمود جديدي في ملف تلزيم واحد. في أكثر من وزيرين سجلوا اعتراض على البندين اللي بسببهم انسحب الوزيرين. الجلسة شهدت نقاشا بين الوزيرين جبران باسيل وغاز زعيتر على خلفية بند يتعلق بتمديد عقود العاملين للفئتين الثانية والثالثة في وزارة الأشغال، وبحسب الوزير زعيتر فإن هذا الأمر يتم تلقائيا ولا إشكال عليه، إلا أن باسيل فتح موضوع التوظيف والتوزيع الصحيح بين المسلمين والمسيحيين، فرد زعيتر بأن الأمر يتم في وزارة الخارجية والتربية والاقتصاد ولا تحترم المناصفة في الفئتين الثانية والثالثة، وجرى اتفاق على أن يعاد طرح الموضوع في جلسة خاصة تعقد لهذا الأمر، إلا أن الوزير باسيل وفي دردشة معه طرح كذلك موضوع تعيين 3 مدراء عامين مسيحيين في كل من الطيران المدني والتنظيم المدني والمباني والطرق، قائلا إنه يطرح الموضوع منذ 4 سنوات ولا تتم الإجابة عليه. الوزير علي حسن خليل طرح في نهاية الجلسة موضوع منع استيراد المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة من سوريا الذي أقره وزير الزراعة أكرم شهيب، وطلب من الرئيس سلام إعادة النظر به بسبب المعاهدات الموقعة بين البلدين، فأكد سلام أنه سيناقش الأمر مع شهيب فور عودته. في النشط بعد الفاصل، احتجاج أمام الداخلية رفضا للرصاص العشوائي. أهلا بكم من جديد.
وقفة رمزية أمام وزارة الداخلية رفضا لظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي ودعوة للحزم والقبض على المرتكبين. كلمتهم هي السلاح الأقوى، ومن خلالها أوصل هؤلاء المعتصمون صرخة مجتمعهم بوجه ظاهرة إطلاق النار عشوائيا التي أودت ولا تزال بحياة أبرياء. لبناء دولة لا دويلة، عنوان اجتمعت عليه مصالح الطلاب في تيار المستقبل والقوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار والاشتراكي أمام وزارة الداخلية. نحن شفنا كيف سرايا الفتنة اللي بتدعي أنه هي سرايا مقاومة، شفنا كيف هي عم تنتشر بقلب هيدي الشوارع وهي عم تتصرف تصرفات ما بتعمل بالبلد غير الفوضى. وهيدا السلاح ما فينا ننكر أنه هو لو ما مغطى من سلاح حزب الله الغير شرعي ما كان عنده هيدي القوة لحتى يتصرف بهيدي الطريقة العشوائية. ما زلنا منؤمن بقيام دولة فعلية حقيقية، عم نوقف هالوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الداخلية، تنطالب معالي وزير الداخلية أنه هذا المشنوق يلي نحن أكيدين أنه هو حريص على كل شاب وكل صبية على كافة الأراضي اللبنانية، أنه هيدي الظاهرة بال 2016 ممنوع تستمر. بعض الأحزاب يلي السلاح عم بيخليها تحس لوقت من الأوقات بفائد القوة، وعلى رأس هالأحزاب حزب الله. مش مسموح إنه يحموا عناصرهم بهيدي الطريقة، مش مسموح إنه عيال تفقد شبابها وأهلها لأنه هن خارجين عن القانون، هن بنيين دولة على حسابهم. تحركنا اليوم موجه ضد كل حدا بيعتبر حال كرمال تا يفرح فيه يقتل غيره. الكلمة تبقى أقوى من الرصاص، لكن ذلك لا يمنع الدولة من حسم أمرها لمواجهة مظاهر التخلف والقتل. تسلم المجلس البلدي الجديد لبيروت مهامه، ورئيسه جمال عيتاني دعا جميع المهتمين بإنماء العاصمة ولا سيما منهم من خاض الانتخابات بوجه لائحة البياريتا، دعاهم إلى تقديم اقتراحاتهم. تسلم المجلس البلدي الجديد للعاصمة بيروت برئاسة جمال عيتاني مهامه رسميا في حفل تسلم وتسليم بالقصر البلدي للمدينة، حيث تحدث الرئيس السابق للمجلس بلال حمد عن ما أنجز من مشاريع. الغاية الأساس بيروت، ازدهار بيروت، تقدم بيروت، كي تبقى العاصمة مضيئة ومشعة. أغتنم هذه الفرصة لأقول أن المجلس البلدي السابق عمل ما في وسعه فأنجز الكثير من مشاريع البنى التحتية والحدائق والجسور والأنفاق والأدراج وشبكات الأمان، ووضع عددا من المشاريع الهامة على سكة التنفيذ، واتخذ القرارات المناسبة لبدء الدراسات لمشاريع جديدة. من ناحيته دعا عيتاني اللوائح التي خاضت الانتخابات بوجه لائحة البيرت والمجتمع المدني وكل من ينادي أن لديه مشروع للمدينة إلى تقديم رؤيتهم للمجلس البلدي. أنا وعدت وقلت بالحملة الانتخابية أنه نحن حطينا استراتيجية طموحة، ولكن هذه الاستراتيجية يمكن تنفيذها بإذن الله بوحدتنا كلياتنا وبتعاوننا كلياتنا وبوعينا الكامل لهذه الخطة. نحن ما استنينا اليوم لحتى نبلش شغل. المجلس البلدي الجديد ابتدأ اجتماعاته من تاني يوم طلعت النتائج، وبلشنا نحضر خطة عمل لحتى ان شاء الله نبلش بالعمل فورا. من هون بس بدي ادعي كافة اللوائح يلي نزلت ضدنا وكافة المجتمع المدني وكل من ينادي ان لديه مشروع لمدينة بيروت ان يتفضل، بوابنا مفتوحة لنستقبل اي واحد عنده اي اقتراح او اي مشروع يخدم مدينة بيروت. إذن مرحلة جديدة من العمل البلدي انطلقت في العاصمة مع تسلم المجلس البلدي الجديد. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. بعد عملية تل أبيب، الاحتلال يضيق على الفلسطينيين ويعزز وجوده في الضفة. أهلا بكم من جديد.
دخلت قافلة مساعدات تحمل مواد غذائية ليلة الماضية إلى مدينة دارية في ريف دمشق للمرة الأولى منذ بدء حصارها من قبل النظام السوري في العام 2012. وقد أكد مدير عمليات الهلال الأحمر السوري أن 9 شاحنات تقوم بتفريغ حمولتها وتحتوي على مساعدات غذائية، من بينها مأكولات جافة وأكياس من الطحين ومساعدات غير غذائية، إضافة إلى مساعدات طبية. وأكد المصدر أن المساعدات الغذائية تكفي لمدة شهر من دون تحديد عدد الأشخاص أو الأسر التي ستستفيد منها. ميدانيا، تتناوب المقاتلات الأسدية والروسية على قصف أحياء حلب السكنية، فيما تواصل قوات سوريا الديمقراطية التقدم في منبج على حساب تنظيم داعش، وذلك بدعم جو أمريكي. بالتزامن، اغتال تنظيم داعش قياديا في الجيش الحر في القلمون الشرقي. إنها حلب التي بات يحتضنها الموت يوميا من كل جانب. عشرات القتلى والجرحى هم ضحايا القصف الأسدي الروسي المشترك على المدينة وريفها، حيث استهدفت الصواريخ وبينها تلك المحرمة دوليا حي السكري وطريق الكاستيلو ومحيط دوار الجندول وحي بستان القصر، فيما تناوبت الطائرات الحربية على قصف مدينتي عندان وحريتان، ما أدى أيضا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. ميدانيا أيضا، قطعت قوات سوريا الديمقراطية طريق الإمداد بين مدينتي منبج والباب في ريف حلب الشرقي الخاضعتين لتنظيم داعش، وسيطرت بالكامل على الطريق الواصل بين المدينتين، في حين كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه منذ انطلاق معركة تحرير منبج قبل 10 أيام قتل أكثر من 130 إرهابيا. وفي غوطة دمشق، ألقت مروحيات النظام ما لا يقل عن 15 برميلا متفجرا على مناطق في مدينة دارية بالغوطة الغربية، التي شهدت كذلك قصفا بصواريخ من نوع أرض أرض. من جهة أخرى، اغتال تنظيم داعش قائد قوات الشهيد أحمد العبدو العضو في الهيئة العليا للمفاوضات العقيد بكور سليم وعددا من العناصر التي كانت برفقته في تفجير انتحاري استهدف تجمعا لهم بالقلمون الشرقي. في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن فردين من قوات التعبئة الإيرانية المعروفة باسم البسيج قتلا في سوريا، ما يرفع عدد العسكريين الإيرانيين الذين قتلوا في سوريا إلى 280 عنصرا منذ تشرين الأول الماضي، بينهم عقيد في الحرس الثوري الإيراني كان قتل قبل 4 أيام. أحرزت القوات العراقية تقدما على عناصر تنظيم داعش داخل الفروجة بعدما استعادت حي الشهداء بالكامل، في حين دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق بالتقارير التي تؤكد حصول انتهاكات من قبل ميليشيات الحشد الشعبي ضد المدنيين. أما في بغداد، فقد قتل وجرح العشرات في تفجيرين انتحاريين هزا شرقي العاصمة وشمالها، وقد عمد انتحاري إلى تفجير نفسه داخل سيارة مفخخة أمام البوابة الرئيسية لمعسكر التاجي، في حين انفجرت سيارة مفخخة في بغداد الجديدة. نفى السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي مزاعم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن ممارسة المملكة ضغوطا على المنظمة الدولية لسحب اسم التحالف العربي من لائحة منتهكي حقوق الأطفال في اليمن. المعلمي قال إن المملكة لم تهدد بقطع المعونات عن منظمات الأمم المتحدة، بل أوضحت موقفها بشكل شفهي. بعد عملية تل أبيب التي أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين، توعد الاحتلال برد حازم واتخذ سلسلة إجراءات للتضييق على الفلسطينيين، كما دفع بقوات إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة. هذا ورفضت السلطة الفلسطينية كل العمليات التي تستهدف المدنيين أيا كان مصدرها، فيما باركت الفصائل الفلسطينية العملية. بعد ساعات على عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطينيان في قلب تل أبيب والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الإسرائيليين، أدانت السلطة الفلسطينية كل العمليات التي تستهدف المدنيين من أي جهة كانت ومهما كانت المبررات، معتبرة أن تحقيق السلام يفرض على الجميع الكف عن القيام بأي أعمال من شأنها زيادة الاحتقان والتوتر واللجوء إلى العنف. ويأتي موقف السلطة مغايرا لمواقف الفصائل الفلسطينية الأخرى التي أشهد بالعملية التي استهدفت مجمع شارونا وشارعا مجاورا قرب مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وقيادة الجيش،
فحركة حماس وصفت العملية بالعمل البطولي واعتبرت أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال، مؤكدة أن العملية ليست سوى مقدمة لضربات أخرى قادمة في شهر رمضان المبارك. أما سلطات الاحتلال التي أعلنت عبر وزير دفاعها أفيغدور ليبرمان أن ردها على العملية لا ينحصر في إطلاق التصريحات، فقد فرضت قواتها طوقا أمنيا على بلدة ياطا بالضفة الغربية التي ينتمي إليها منفذا العملية، وقامت بعمليات دهم قبيل هدم منزلي الشابين. كما ألغت سلطات الاحتلال تصريح دخول لأراضيها كانت قد منحتها ل83,000 فلسطيني لمناسبة شهر رمضان، ونشرت مئات الجنود الإضافية في الضفة الغربية المحتلة. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. ما من شيء يمكنه أن يعكر العلاقة بيننا وبين المملكة العربية السعودية. الحريري جدد تمسكه بثلاثية الاعتدال والمناصفة والطائف ووعد بإجراء مراجعة نقدية داخلية. أن الموقف الأخير لحاكم المصرف المركزي جاء ملتبسا ومريبا. سلامي يكشف عن إقفال 100 حساب مرتبط بحزب الله تطبيقا لقانون العقوبات الأمريكية. قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على الطريق بين منبج والباب، ودخول مساعدات غذائية إلى داريا لأول مرة منذ العام 2012. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. وجهوا نداء صادقا، كل أمل ونجاح.